بحاجة لرعاية خاصة قدمت لهم من قبل الطواقم الطبية الذين نواجه لهم التحديات الصباحية في هذه اللحظات دائما وأبدا، ولكل الأحبة أينما كنتم. إذا نواصل المشوار الصباحي، وفي هذه الدقيقة نكمل معكم إلى ضيفنا الكريم الدكتور عنان راشد، منسق أسرة الكورونا في المستشفيات. أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور عنان. صباحك اختصاص، صباح المستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني بداية تحدثنا عن هذه السلالة من ناحية سرعة انتشارها وشراستها، ولكن في ذات الوقت يعني كيف نقيم جهوزية فلسطين من ناحية المراكز الطبية، من استعداد الطواقم في ذات الوقت، وخاصة نحن نتحدث عن مرحلة قطعناها لا بأس بها في أخذ اللقاحات والمطاعيم، وبالتالي كيف تجمل لنا الوضع لمواجهة هذه السلالة الهندية التي أصبحت فعليا متواجدة في فلسطين؟ أخصائي خليني بس أبلش أنا من حيث ما انتهيتي في موضوع اللقاحات وارتباطه في موضوع الطفرة الهندية أو السلالة الهندية. في البداية الكل بيعرف كل الفيروسات لها طفرات وتحورات من فترة لفترة، وتكثرها في وسائل في المناطق الواسعة الانتشار. كان عندنا قبل الطفرة البريطانية والطفرة الجنوب أفريقية وهكذا، والفا وبيتا ودلتا وكل هاي التفاصيل. طبعا هاي هي عباره عن رموز يونانيه اشاره لهي الطفرات او هاي التحديثات، والطفرات مش راح تنتهي، يعني مش راح نقف احنا بس على الطفره الهنديه وخلص. ما دام في فيروس يوجد انتشار يوجد هناك طفرات. هلا اللي بصير، اخر بيانات من مركز السيطره على الامراض في اوروبا اللي هو السي دي سي، وهي جهه صحيه معتمده، اشارت الى انه موضوع اللقاحات فعاله وامنه، ويعني بتجيب نتيجة آمنة وفعالة ضد هاي الطفرة الهندية بنسب مختلفة من بعض اللقاحات. الفكرة انه موضوع اللقاح فعال، من هون انا بربط انه دعوة لجميع الناس انه يروحوا ياخذوا الجرعات، بما انه احنا كمعات وزارة الصحة انه الطفرة الهندية دخلت البلاد. موضوع الشراسة وموضوع الفك صحيح، برضو بدي احكي على البيانات اللي مركز السيطرة على الامراض الاوروبي حكى على انه نسبة الفتك أو نسبة الأعراض أو نسبة، خلينا نكون دقيقين في الكلام، نسبة دخول المستشفى هي 1.8 مقارنة مع الطفرة البريطانية السابقة اللي هي السائدة كانت قبل. هلا الصفرة اللي بنحكي عنها الهندية اللي هي السائدة في العالم، قبل فترة كانت الطفرة البريطانية. فهي الدراسة بتحكي أو البيانات تشير لأنه نسبة دخول المستشفيات الذين أصابوا بهذه الطفرة الهندية هي 1.8 مقارنة مع الطفرة السابقة الطفرة البريطانية، يعني عم نحكي عن الضعف. نعم. يعني إذا كان 50 مريض بده يفوت في اليوم راح يفوت 100 مريض. سرعة الانتشار، وهذا شيء سيء يعني دكتور. طبعاً. نعم. سرعة الانتشار تقدر بما نسبته 55% أكثر، مرة ونص يعني من انتشار الطفرة البريطانية. هون المقارنة الدراسة بتحكي عن الطفرة الهندية والطفرة البريطانية عشان نكون دقيقين. فهي طبعا عندنا سرعة في الانتشار، وهذا راح يؤدي إلى سرعة بالإصابات أو زيادة الإصابات، وهذا راح يؤدي إلى مضاعفة الأعداد اللي ممكن تدخل المستشفى. ولكن في الجانب الإيجابي اللي نحكي فيه أنه على المركز السيطرة في الآخر بيان له أو تحديث أنه لقاحات آمنة، وذكرها بالاسم اللي هو الفايزر وميديرنا والأسترازينيكا. طبعا هذا لا يعني أنه اللقاحات الثانية غير فعالة، خلينا نكون دقيقين للناس، لأنه المركز الأوروبي اللي متوفر بين إيدي هاي اللقاحات، كونه هاي المصانع هي في أوروبا. يعني التجارب اللي اجريت على هاي اللقاحات اللي بيستعملوها شعوبهم او اللي يعني اعتمدوها وبيطعموا فيها شعوبهم، اللي هي الاسترازينيكا فايزر ومدن، وهذا لا يعني، برجع بقول لا يعني انه اللقاحات الثانيه غير فعاله، بس المركز الاوروبي بحكم وجوده في اوروبا تم اجراء التجارب على هاي القضيه. ومن هون احنا بنستنتج انه اللقاحات امنه وفعاله ضد هاي الطفرات، ولكن في نسب مختلفه. في الهند اخر تحديث لها كانت عم تحكي انه نسبه فعاليه اللقاح اللي هو الاسترازينكا تحديدا لانهم كانوا يستعملوها بكثره قلت بنسبه مليحه، ولكن في فعاليه، ولكن في حمايه ولو جزئيه. المفارقه الثانيه اللي بدي اشيلها، حتى اللي بنصابه رغم تلقيهم اللقاح، انا بحكي طبعا اللقاح بمفهومه اللي يعني بقصد الجرعتين، خلينا نكون مركزين على الموضوع الجرعتين. نسبه الاصابات في نسبه اصابات، ولكن هاي الاصابات لا تؤدي الى اعراض شديده تؤدي لدخول المستشفى. في الجانب الاسرائيلي بيان وزاره الصحه حكى عنهم انه اصاباتهم كانت لفتره بسيطه او اعراضهم لفتره بسيطه وقصيره المدى، اللي مجرد متلقين جرعتين. ومن هون بنحكي انه في جميع الظروف اللقاح راح يساعد وراح يحد من انتشار هاي الطفره. ومن هذا المنحنى انا بقول لاحقا السيناريو بتاعنا القادم، انه يعني بدي ارد على سؤالك،
انه ما دام احنا في نسبه من من المطعمين يعني عم ترتفع يوم بعد يوم، وهذا احنا بنقترب خلينا نحكي على شط الامان يوم بعد يوم، حتى لو كانت الطفره الهنديه موجوده، لكن نسبه التطعيمات عندنا تقريبا انا بقدرها حوالي 400 الف مواطن، في عندي مجموعه كبيره من الناس انصابت، طبعا هذا بيعملوا مأساه مضاده، فاحنا ان شاء الله ما بتكون هالازمه الكبيره في الدخول، وخاصه تحديدا الجرعات الولاده. تتذكر يا اختي كان مولات وزاره الصحه لهم الكبار في العمر واللي عندهم امراض مزمنه، وهذول بشكل نسبه كثيره من اللي دخلوا المستشفيات تقريبا حوالي 85 89% من اللي دخلوا المستشفيات كانوا فوق الاعمار هاي فوق ال 50 سنه. هلا هذول جزء منهم اصيب بالكورونا، جزء منهم توفى الله، وجزء منهم طبعا رجع لعافيته وصحته وشكل عنده مناعه. الجزء الثاني اللي هو تم تطعيمه في بدايه مراحل التطعيم اللي صارت عندنا في وزاره الصحه اذا بتذكر. طب تحليلي يعني راح يكون المعظم من هاي الاعمار اللي ممكن تدخل المستشفى مطعمه او محميه باذن الله. نعم. طب دكتور، يعني السؤال والاستفسار بصراحه، مثلا الكابينات الاسرائيلي يوم امس خلال جلسته مع برئاسه نفتالي بنت كان قد تم الحديث عن اتخاذ اجراءات جديده بروتوكوليه صحيه بشان مواجهه الطفره الهنديه، حيث كان هنالك تجديد على ضروره ارتداء الكمامات في المناطق المغلقه، التعامل ربما الان بسياسه مختلفه مع مطار بن غوريون، والاضافات المتزايده يوما بعد اخر بسبب انتشار هذه الطفره خاصه في الداخل الفلسطيني المحتل اكثر من بقيه المناطق. وبالتالي برايك هل سيكون هنالك سيناريو بتعليمات جديدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية للمواطنين؟ يعني احنا وزارة الصحة بتعرف اللجنة الوبائية بتجتمع من فترة لفترة حسب الحاجة حسب الوضع الوبائي لتقييم الوضع، ولكن احنا هسه يعني الطفرة الهندية أتتنا من الخارج زي ما تفضلت من الإمارات. والتعليمات بتحكي في السي دي سي، أنا بحكي إنه يعني خاصة يعني في بعض الدول الأوروبية صنفت دولة الإمارات على سبيل المثال دولة حمراء، فكان يعملوا قيود على القادمين، يمكن يتم عليهم حجر من 5 إلى 3 أيام على أساس إنه يتأكدوا من خلوهم أو كذا وما ينشروش المرض لغيرهم إلى آخره. بهذه الطريقة يعني إحنا فلسطين منين عندنا تواصل؟ تواصل من خلال الجسر أو خلال السفر للأردن ومن خلال إسرائيل. اسرائيل يعني في عندهم هناك مناع قطيع خلينا نقول او شبه مناع قطيع، ولكن امبارح الحكومه الاسرائيليه حتى اعلنت انه احنا بعد فتره من الهدوء ما حققنا مناعه القطيع بالكامل، وتحديدا اللي ثبت انه بنكل هاي الطفره تحديدا اللي هم الاطفال. الاطفال في الجانب الاسرائيلي ما طعمهم او بلشوا طعمهم، اجت دراسات بلشوا طعمهم بالفتره القريبه الماضيه، يعني بلشوا في اجراء التطعيم لهذا الاطفال لهذا السن 12 ل 18 تحديدا. هم بيحكوا على السن المراهق هذا اللي هو سن الطفوله والمراهقه هو الناقل الاكبر لهي العدوى لهي الطفره. يعني هناك اجراءات اكيد بناء على تقييم الوضع الحالي بشبه يومي او شبه اسبوعي حسب كم عدد الاصابات وحسب التسجيلات لنا. لكن بدي ارد على سؤالك موضوع المستشفيات، احنا طبعا في عز الازمه السابقه بالطفره البريطانيه بتعرف والكل بيعرف كان انتظار في العنايه المركزه والى اخره، واغلقنا بعد ما انتهت الازمه اغلقنا كثير من المستشفيات صحيح او سكرناها. عندنا هسه لحد الان اللي شغال بس مستشفى العسكري والهلال في نابلس وخلص ما في عندنا مرضى يعني، بس تحديدا كلياتهم موجودين بس في نابلس والعسكري. لا اذا الامور نامل ان الله ان الامور ما تشتد بنرجع ان شاء الله واللي بالخطه المتحرجه اللي عندنا. لكن هون بدي اشير لنقطه اسمحي لي ست وفاء صرنا طالعين على كثير بتعرض لاسئله من هاي النوع من خلال يعني زملائنا من خلال اقاربنا اصدقائنا معارفنا كثير بتصلوا بيسالوا يا دكتور بدي اسالك سؤال تفضل بدي انا فايزر ولا بدي سبوتنيك؟ بيحكوا سبوتنيك بتعب وبيحكوا مش عارف شو ماله استرازينيكا وعليها بيعمل اعراض وبيعملش. هذا المفهوم خاطئ. هذا المفهوم خاطئ. بدي اجيب لك مثل، انا على سبيل المثال انت وقت وفاء اخذت فايزر، احد من قرايبك في البيت اخذ الفايزر، انت صار عليك اعراض او صار عندك رده فعل جسم غيرك ما عليه نفس التركيب اللي اعطوك اياها اعطوك لم يلاخوا. فالفكره من هون ما له علاقه الفايزر بطبيعه حسب استجابه الجسم طبيعه الجسم بالضبط ولا الروسي كلياتها هي نفسها، ولكن هي رده فعل تختلف من جسم لجسم، يعني انه الجسم بالعكس قاعد بيقاوم هو تحفيز لخلايا المناعه. واذا بدنا نرجع للفعل الاصلي اللي انصابوا بالكورونا، في ناس شعرت في الاعراض، في ناس بتقول لك اصلا انا ما شعرتش بالاعراض. صحيح. يعني هذه هي بترجع لطبيعة تركيب جسماني. نعم. إذا بنقول خلقة ربانية، يعني ملوش دخل لا الفيروس ولا إله دخل المطعوم. نعم. بالعكس يعني جسمك ومناعته وتحمله وشو الأجسام اللي بيفرزها وما إلى ذلك، فبالتالي ما تقيسوا حالة واحدة عليكم، ما تعمموهاش، كل حالة لها استثناءها.
صحيح. احنا ليش انا حكيت في الموضوع؟ لانه كثير متعرض لاسئله من ناس عندها صار فكره انه هذا اللقاح بتعب، بيعمل اعراض، بيعمل وجع مفاصل. لا مش هيك الفكره، فكره من الجسم لجسم بيختلف الموضوع. صحيح. تماما صحيح. موضوع صحيح. الاجسام المضاده، بدي انوه لهي النقطه. الاجسام المضاده هاي اللي يعني الاجسام المضاده احنا بنستعملها او بالدراسات او بالمراكز الصحيه او بالابحاث، بنستعملها مشان البيانات مشان الدراسات. موضوع قديش عندنا الاجسام المضاده، 10,000 و20,000 و50,000. ولكن الأهم في الموضوع إنه في عندك يطلع إنه إيجابي بغض النظر عن الرقم، الرقم لا يعني شيء، لأنه هاي عبارة عن خلايا ذاكرة، هاي اللي هي الخلايا نسيت اسمها بالعربي ما بعرف، بس هي خلايا مسؤولة عن الذاكرة. هاي يعني الجسم بيكون داخل عليه الفيروس، هاي بتحتفظ في الذاكرة في الجسم، فإذا تعرض كمان مرة لا أحد الجينات من هذا الفيروس تستنسخ. فهو الموضوع إنه يكون إيجابي أو سلبي، مش موضوع إنه قديش عندنا العدد 10,000 و20,000 معناها عندي مناعة قوية لآخره. في دراسات على حكيها في كلام، بس الفكرة العامة اللي أنا حكيتها. نعم نعم. إجمالا نتمنى السلامة، كل السلامة لكل أحبتنا ولكل المواطنين الأعزاء. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عنان راشد، منسق أسرة الكورونا في المستشفيات الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. ونواصل في مشوارنا وضمن فقراتنا، هذه المرة نذهب إياكم إلى عالم الصحة في الجسد والعقل، الكاراتيه والدفاع.